عزول ايت ما اسماء ومرحبا بكامل الشابات الفحلات الحلوات الزلات اللي هم يتفرجوا فيا دركا. معكم حبيبتكم دي هي، واليوم جيت نعرف لكم على موقع جديد اسمه تو سيف ونعطيكم الراي تاعي فيه. كيما عباكم اللي كل مره كان بزاف مواقع يبعثوا لي منتجات تاعهم باش انا نعطي الراي تاعي فيها، نقول شنو الصوالح اللي عجبوني شنو الصوالح اللي ما عجبونيش، شنو هو الموقع اللي ننصحك به لانه يبيع صوالح ذات جوده عاليه بصح بثمن جد يعني مقبول، وشمال المواقع اللي نصابه واللي حرت روحك منها ومن اللي ما لازمش قاعد دوري بها، وكيفاش تعرفي المواقع نصابه. اليوم جيت نعرفكم على تو سيف ونشوفوا اذا كان هو من المواقع الجيده اللي انا انصح بها ولا من المواقع اللي انا نعيفها وشوفها بلي مواقع نصابه. الى حبيتي تعرفي كل ما عليك انك تكملي الفيديو حتى للنهايه وما تنساش لايك البنت بلادك. اذا كنت جديده معنا ما تنساش تشترك في الزر الاحمر اللي جاي هنايا هذا هو، وتضغط الجرس اللي حداها باه يوصلك كامل الجديد. هذه الساعة، هذه الساعة جد عادية. حاجة اللي عجبتني فيها هو اللون تاعها والقماش المخدومة به واللي هو دانم اللي جاي يشبه الجين. درتها لانه عندي دانم جاكيت وحبيت اني نلبسها معها باش تجي اسورتي وتجي شابة وتعطي اللوك يعني كيوت مينيون شباب. المنتوج الثاني هو وعلاش معجبنيش؟ عجبونيش فيه زوج صوالح. الحاجه الاولى كي تشوفي نورمالمون كيما هكا عندها قرمونه تقرعي منها انه يدفيك، بصح صراحه ما يدفي ما يدير والو، والجوده تاعها رديئه جدا. هذه حاجه اللي معجبتنيش فيه. حاجه اخرى اللي معجبتنيش فيه هي انه التصويره اللي بينوها بين بلي طويل، صح؟ انا كي جبتها عندي ما لقيتهاش طويل ابدا، بالعكس يوصل لي يعني يوصل لهنا يوصل لهنا، وانا كنت نقرعه يكون طويل. هذه حاجه اللي ما عجبتنيش وتحسي روحك باللي خدعوك، يعني الانسان لما يكون كمشتري يتوقع انه يوصله الحاجه اللي راه يشوف فيها، اذا ما وصلتش الحاجه اللي راه يشوف فيها معناها باللي كذبوا عليه، معناها باللي نحشت له، معناها باللي ما تشريش من هذا الموقع. المنتوج الثالث ما عجبنيش، علاش؟ لانه نفس المشكله اللي مع المنتوج الثاني واللي هي الجوده رديئه. يعني كان غير الساعه اللي عجبتني والساعه ماهيش حاجه خارقه. المنتوج الثاني والثالث ما عجبونيش. رايي تاعي النهائي هو انه كاين بزاف مواقع راح تلقاي عندهم نفس المنتوجات لكن وبنفس السعر لكن جوده افضل. فانا ما عجبنيش هذا الموقع وهذا هو الراي تاعي فيه. الفيديو راح كمل، نتمنى يكون عجبكم وتكون استفدتوا من نصائح تاعي ومن تحذيراتي اللي دائما نجي ونحضر لكم الف حاجه وحاجه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من نصائح تاعي. ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو، وكما قلت لك في البدايه اذا كنت جديد معنا ما تنساش اشترك في الزر الاحمر اللي جا داير كيما هكا وضغط الجرس اللي حداه باه يوصلك كامل جديد. باي.